انضم إلينا أيضا من أبها مراسلنا عبد الرحمن السمير ليطلعنا على مدى وفرة المواد التموينية في أسواق المنطقة. أهلا بك عبد الرحمن، مساء الخير. يعني بداية، كيف هي فعلا رصدك لوفرة هذه المواد التموينية في المنطقة؟ نعم، مساء الخير إبراهيم، مساء الخير أيضا لمشاهدين الكرام. نتواجد إبراهيم في وسط مدينة أبها وبالتحديد في أحد الأسواق التجارية التي تعمل على في فترة منع التجول. نتحدث عن أحد أكبر الأسواق في منطقة عسير للحديث عن وفرة المواد الغذائية. يعني إبراهيم، نقلنا خلال الأيام الماضية وننقل هذا اليوم الرصد الكبير لهذه الوفرة في المملكة عامة وخاصة في منطقة عسير حول توفر كافة المواد الغذائية في منطقة عسير، وفرة كاملة ووفرة كبيرة ولا هلع ولا خوف من قبل المستهلكين في المملكة. وهذا إذا دل على شيء دل على وعي المجتمع. للحديث أكثر حول هذا الموضوع إبراهيم، أنا أستضيف معي المشرف على المنطقة في هذا السوق الأستاذ محمد عسيري. حياك الله أستاذ محمد. بداية، ودي تحدثنا عن مدى وفرة المواد الغذائية لديكم. نحمد الله ونشكره، احنا في بلد الخير والبضائع متوفرة والمستودعات متوفرة، ونحمد الله عندنا برضه المستودعات فيها كامل منتجات. يعني جميل، لو أسألك على مستوى الطاقة التي بذلتوها في ظل هذه الأزمة، هل تعتبر طاقة كبيرة جدا؟ والله الطاقة بسيطة جدا، نظرا الحمد لله ما فيها لا، ولا برضو العملاء واعين، ونحن في بلد خير وكل شيء متوفر، نحمد الله ونشكره. أستاذ محمد شكرا لك، يعطيك العافية. الله يحفظك، حياكم الله، شرفنا بكم. إذا إبراهيم، مشاهدين الكرام، نعم أنا تعمدت أن أستضيف معي مدير هذه المنطقة في هذا الفرع للحديث حول هذه الوفرة، وفرة كبيرة يا إبراهيم. طيب. وأيضا مشاهدين الكرام، في المواد الغذائية نتحدث دائما بأن كلنا نتبع مقولة كلنا مسؤول في المنطقة والمملكة. عبد الرحمن، أنا يعني أشاهد المنتجات من خلفك ويبدو أن هناك فعلا وفرة كبيرة، ولكن بالنسبة لي يعني تواجد الجهات الرقابية في هذه الأسواق ومدى إشرافها على هذه المنتجات، وأيضا آلية التسليم والاستلام بالنسبة لتطبيقات التوصيل كيف تتم؟ جميل إبراهيم، مشاهدين الكرام، خلال الأيام الماضية نحن نرصد عبر شاشة الإخبارية وجود تام للفرق الرقابية سواء على مستوى وزارة التجارة أو أمانة منطقة عسير لرصد هذه الوفرة، وأيضا رصد مدى اتباع سبل الوقاية في هذه الأسواق. نتحدث عن اتباع كافة سبل الوقاية في كافة أسواق منطقة عسير على مستوى المعقمات، وأيضا السماح للدخول داخل السوق. لا يوجد أي شخص يدخل داخل هذه الأسواق سواء على مستوى العاملين أو حتى الزوار إلا إذا تم فحص حرارتهم عبر الأجهزة للتأكد من سلامتهم. عبد الرحمن سمير مراسلنا من أبها، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.